رح نبلش من الآخر. حبيب شرطوني وقفى سرميتكم سوا. الرسالة وصلت. قلنا بالعادة ومعودين على الهجومات السياسية والإلكترونية، كله هيدا تفاصيل. وقتا ينتقل النقاش تيصير على تلفزيون المنار، ووقتا تتجند جريدة الأخبار، ووقتا يبلشوا يطلعوا الأبواق تبعهم شي من كتاب التاريخ، هذا معودين عليه بيشرب دخان على الهواء، أو بيطلع هذا تبع الكاراوكي بيحب يغني بالفرنساوي. هذا بيكون في قرار من القيادة بحملة ممنهجة ومبرمجة وشغلوا كل الأدوات فيها، وبالتالي الهدف تبعها توصيل رسالة، وهيدي الرسالة وصلت. وبالتالي هلأ رح نجاوب على هيدي الرسالة. أولاً، ما رح نغير شيء ولا بمواقفنا ولا بمبادئنا ولا بالدفاع عن بلدنا. رح نرجع نكرر كل كلمة عم نقولها، لأنه الهيئة الكلام اللي عم نقوله عم بيزعج، وبالتالي رح نرجع نكرره عن جديد. نحن نرفض أنه أي كان يقرر عنا مستقبلنا. نحن نرفض أنه حزب الله أو غير حزب الله يجر لبنان إلى الدمار. نحن نرفض أنه لبنان يدخل بهذه الحرب. نحن نرفض أنه يكون حزب الله عم بيقرر عن كل اللبنانيين مستقبلهم ودمار بلدهم. خلوني احكي عن المغالطات واحكي عن تشويه الحقائق يلي عم بيقوم فيها حزب الله اليوم. اولا، حزب الله عم بيوهم الناس، على كل حال ابوائه عم بيوهم الناس، انه حزب الله عم بيدافع عن لبنان، وانه هيدي الحرب هي دفاع عن لبنان، بالوقت يلي بكل تصاريح حزب الله بيقول انه هو فتح هيدي الجبهة دفاعا عن حماس. هو عم بيقول، مش نحن عم نقول، هو عم بيقول انه في جبهة مساندة. هو عم بيقول انه بكل البيانات يلي بتطلع بعد العمليات اللي عم بيقوم فيها ببلشها دفاعا عن المقاومة الإسلامية في غزة، قامت المقاومة في لبنان بواحد اثنين ثلاثة، وبالتالي من 7 أكتوبر لليوم على الأقل بأول شهرين ونص كل بيانات حزب الله بتأكد أنه كل الأعمال العسكرية اللي عم بيقوم فيها بالجنوب هي مساندة لجبهة غزة. الملفت بهذه القصة أنه كمان حزب الله بيقول أنه هو ما كان عنده علم بالعملية بسبعة أكتوبر، وبيقول كمان
انه هو ما راح يقبل بالتفاوض وما راح يقبل بحل المشكله على جنوب لبنان، وكل الوساطات يلي عم تجي ما عم يقبل انه يمشي فيها طالما القصف مكمل على غزه، وطالما حماس ما لقت حل بغزه. هذا شو بيعني؟ بيعني انه حزب الله رابط حاله بحماس، يعني ما بيوافق حزب الله، ما بيفاوض الا ما حماس تحلها بغزه. بنفس الوقت عم بيقرر عنا جميعا شو بده يصير بجنوب. وبالتالي اذا بدي انطلق من هالموقفين، هذا بيعني انه ما ربط فقط لبنان فيه وموقف لبنان فيه هو، انما ربطنا بحماس، يعني صار مستقبل اللبنانيين مربوط بحماس لانه هو ربط حاله بحماس، وبالتالي ربطنا معه. يعني اليوم نحن لازم ننطر نشوف شو رح يصير بين حماس والإسرائيلية، إذا رح يوصلوا لوقف إطلاق نار أو لا، كرمال نشوف إذا بلدنا رح يفوت بحرب أو لا. هيدا انتهاك مباشر لحقنا كلبنانيين بتقرير مصيرنا ومستقبلنا. بالإضافة لهيدا الشيء عم بيقول حزب الله انه هيدي الجبهه هدفها تخفيف الضغط عن جبهه غزه. جبهه لبنان هدفها انه نخفف الضغط عن حماس بغزه. يعني عمليا لبنان، اهل الجنوب والشعب اللبناني هن كيسر امر كرمال تنخفف الضغط على غزه. ضرب الاقتصاد اللبناني، كل القتلى يلي عم بيروحوا من مدنيين وغير مدنيين، كله هيدا كرمال تنخفف ضغط ويمكن ينجر البلد على حرب كبيرة ويتدمر كله، كرمال تنخفف ضغط عن حماس. هيدا الشيء بالنسبة لنا غير مقبول وما رح يكون مقبول ولا اليوم ولا بعد ألف سنة. الهدف الحقيقي لهيدي الحرب او لهالجبهة المساندة او هالمواقف هيدي هو كرمال تفرض حالة ايران، وهيدي هي الحقيقة، تفرض حالة ايران كالمحاور الاساسي بالشرق الاوسط. الهدف هو حماية ايران وكل المنظومة تبعها بالمنطقة، وكرمال تبيعوا للشعوب العربية انه هن وقتها كانت حماس او وقتها كانت غزة عم تنقصف كانوا هن عم بيدافعوا عنها. بدي اكد هون انه ما في انسان عنده قلب ما في يكون مع الاولاد يلي عم بتموت بغزة. ما في انسان عنده عقل ما في يكون إلا مع حق أي شعب مظلوم بأنه يكون عنده بلد ويكون عنده دولة ويعيش بالكرامة. وهيدا موقفنا وهيدا الموقف ما رح يتغير. ولكن هيدا شيء وندمر بلدنا شيء تاني. نحن من واجباتنا أنه ندافع عن كل مظلوم بالعالم، ولكن مش لدرجة انه ندمر بلدنا. فموقفنا واضح من الدمار والقتل يلي عم بيصير بغزة وإدانته. نحن بكل وضوح مع حق الشعب الفلسطيني لأنه يكون عنده دولة، وهذا الشيء عم نكرره كل يوم، ولكن بولا أي شكل من الأشكال رح نقبل لبنان يتدمر كرمال أي قضية بالعالم. لأنه مش بس في القضية الفلسطينية، في شعب سوري
راح له 300,000 قتيل، 300,000 برميل متفجرات عم تقشط على رؤوسهم، كلهم نساء واطفال ورجال من كل الاعمار من دون تمييز. في 6 مليون هجروا من سوريا، بيناتهم مليونين قاعدين عنا. وين كانوا كل هالاصوات؟ وين كانوا؟ ليه ما فتحوا جبهة دفاع عن المظلوم بسوريا؟ هلا هلا تذكرت كانوا هن عم يكبوا البرميل. هلا سوري مش عم يكبوا البرميل، كانوا هن عم بيعبوها من البور من عنا. فما يحكونا عن شعور إنساني وعن كل هالأمور، ما حدا أدنى بيدافع عن حق المظلوم وعن أي شعب عم ينظلم بالعالم. ولكن هيدا شيء نورط بلدنا بحرب يصير فينا مثلهم شيء تاني. نسمعهم بيقولوا لنا طب شو بدكم؟ رح نقول لهم شو بدنا. انتوا تقسيميين، انتوا عملاء، انتوا صهاينه، انتوا 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 انتوا، رح نقول لهم شو بدنا. نحن يلي بدنا اياه، بدنا بلد، بدنا نعيش بسلام ببلدنا، بدنا يكون عنا دولة قوية، بدنا يكون عنا بلد مستقر، بدنا يكون في شراكة حقيقية بلبنان ويكونوا اللبنانيين متساويين مع بعضهم، مش يكون في ناس عندها حقوق غيرها ما عنده إياها، ناس بسلاح وناس بلا سلاح، ناس بتدفع ناس ما بتدفع، ناس تحت القانون ناس فوق القانون، ناس بتقرر عن كل العالم وناس بدها تتحمل نتائج قرارات غيرها. فأول شيء بدنا إياه، بدنا بلد الشراكة. هيدا البلد نحن أسسناه، نحن أسسناه، نحن شاركنا بإنشائه وباستقلاله من أكثر من 80 سنة، 85 سنة. وبالتالي نحن حريصين على 10,452 كيلومتر. نحن بنينا هيدا البلد على أساس أنه يكون مساحة حرية وديمقراطية واحترام للآخر. نحن بنينا هيدا البلد كرمال تيكون ملجأ لكل مضطهد بالعالم. نحن بنينا هيدا البلد تيكون كل إنسان عايش فيه يقدر يمارس شعائره الدينية، قناعاته، ثقافته، يحافظ على لغته، يحافظ على كل مميزاته، ونعيش كلنا سوا ببلد يلي هو أحلى بلد بالعالم. البلد يلي بدنا نعيش فيه بده يكون فيه جيش واحد مش جيشين. البلد اللي بدنا نعيش فيه فيه سياسة خارجية وحدة مش اثنين. البلد يلي بدنا نعيش فيه مرتكز على ثقافة الحياة وعلى طموح الناس يلي عايشين بهذا البلد بأنه يعيشوا حياة كريمة. وهذه كانت الجريمة الكبرى، هو وقتها طلبنا لكل اللبنانيين يعيشوا البحبوحة والطمأنينة وراحة البال ويصير عندهم اقتصاد قوي ويقدروا يعيشوا مثل ما هن بدهم يعيشوا، ما تنحجز أموالهم بالمصارف ولا يتسكر بواب التصدير على الدول العربية ولا نصير تحت العقوبات ولا يتدمر بلدنا كل 10 سنين مضطر نرجع نحط نيفتنا تنرجع نعمره. بدنا نعيش ببلد
بدنا نعيش بلد طبيعي. سقفة الحياة، الانفتاح، قبول الآخر، هيدا هو لبنان اللي بدنا اياه بتنوعنا. نعيش كلنا تحت سقف هيدي الدولة، تحت سقف القانون، هيدا هو اللي بدنا اياه. مش نعيش تعيسين عم نفكر كيف بدنا نهاجر. مش بلد يكون طموح شبابه يلاقوا شغل برا ويقدروا يدبروا فيزا كرمال يكملوا حياتهم غير محل. مش هيدا هو البلد بدنا نعيش فيه. مش البلد يلي بنقعد على التلفزيون ناطرين شو رح يصير فينا بكرة. كل ما نلتقى بحدا شو في حرب؟ شو رح نبقى؟ شو رح نفل؟ نحن أخذنا عهد على حالنا إنه هيدا الموضوع ما بقى يتأجل نهائيا، لأنه ما في شعب في يستمر ببلد هيك. بدنا بلد يكون فيه اقتصاد شرعي، كله شرعي، مش نص اقتصادنا غير شرعي والنص شرعي. وهلا الشباب قدموا لنا موازنة على المجلس منيح، يلي كانوا بعض النواب الشرفاء قدروا عدلوا على النسخة اللي وصلت لنا على مجلس النواب للموازنة، اللي هي نسخة هدفها تدمير ما تبقى من اقتصاد شرعي بلبنان، كرمال تنقدر نشجع كل التهريب وكل الاقتصاد غير الشرعي اللي موجود. ايه نحن بدنا بلد يكونوا كل الناس عم بيدفعوا ضرائبهم مش نصهم. بدنا كل الناس قادر تبيع زيت البضاعة بزيت السعر، مش يكون في ناس عم بتبيع بضاعة مجمركة ومدفوع TVA وضريبة الدخل وبضاعة تانية سعرها نص السعر هذيك لأنه ما بتدفع شيء. السيلولار زيته 300 دولار هون 150 هون، مو زيته. ليه؟ لأنه هولي عم يدفعوا ضرائبهم وجمركهم وهوليك لا. عمليا وقتا نجي نحن نزيد الضرائب على اللي عم يدفع، عم نشجع اللي عم يدفع يوقف يدفع، عم نعطي جائزة طردية للي ما عم يدفع، عم نقول له بتعرف شو رح نغلي لك هوليك، هيك انت رح تبيع أحسن. يعني هول جماعة البلاط، ما هي جماعة البلاط، كل الشباب بيشتغلوا بالأعمار بيعرفوا عن شو عم بحكي. يلي عم بيبيعوا بضاعتهم بنص سعر بقية الشركات، وأدمنهم وقحين بيفتحوا محلاتهم حد الشركات الشرعية بكل المناطق اللبنانية بنص السعر تبعهم. ونحن اليوم هذه الموازنة هدفها ننتقل على الإدامة ونريح الشبيب التالي. عملياً رفاقي كل شيء عم نطلبه نحن هو نعيش ببلد طبيعي. كل شيء عم نطلبه أنه نعيش كلنا سوا تحت سقف القانون، وهذا الشيء ما رح يتغير. ولك تمسكنا بلبنان وتمسكنا بال 10452، تمسكنا بمنطق الدولة، تمسكنا بالحياة الحضارية، تمسكنا بكل شيء انبنى هيدا البلد كرماله، تمسكنا بثقافتنا، بثقافة الحياة، تمسكنا بكل شبر من هيدي الأرض. عم يستغلوها، عم يستغلوها تيعيشونا حالة قهر، تيقولوا لنا لا انتو بس بتدفعوا ونحن بنقرر، انتو بتدفعوا نحن بنقرر، انتو بتتدمروا بس احنا بنقرر، انتو بتفقروا بس احنا بنقرر. نجي بنقول لهم يا خيي تعالوا نكون كلنا سوا عم نواجه، لا نحن بنواجه، انتو تمطروا حسب التوقيت تبعنا، الاجنده تبعنا اللي مرتبطه بايران
لأنه عمليا قرارهم بإيران ومصرياتهم من إيران وسلاحهم من إيران. مش أنا عم أقول هيك، يعني عم بيقولوا هيك. وقضيتهم مش بلبنان، بس هني بدهم يقرروا نحن كيف بدنا نعيش بلبنان. لا، هيدي عم تدفشوا بقية اللبنانيين لمحل، عم تدفشوا حالكم لمحل، عم بتقولوا لنا بكل وضوح انه يا بتعيشوا مثل ما نحن بدنا اياكم تعيشوا يا فلوا. ولا رح نفل ولا رح نعيش مثل ما انتم بدكم تعيشوا. نحن باقيين وعليكم انتم تتحملوا المسؤولية. مش رح نحكي هلا قبل الحرب، قبل ما تخلص هيدي الحرب، بس اول ما تخلص هيدي الحرب في خيار بدكم تاخذوه. ما في ولا اي نظام سياسي في يعالج هيدا الشيء. نحن من الناس المؤمنين باللامركزية. في كثير طروحات لتعديل النظام، تطوير النظام عم تنطرح بالبلد. بس هيدي كلها شو العازة اذا كان قرار البلد غير محل؟ اي نقاش بدنا نعمل اذا كان قرار الدولة بمكان اخر؟ كله هيدا النقاش ما له عازة. اليوم في نقاش واحد هو استعادة لبنان قراره الحر. وقت نستعيد قرارنا الحر ساعتها ايه بدنا ننكب على تطوير نظامنا السياسي، لانه ما فينا نكمل بالطريقة اللي كنا ماشيين فيها. ولكن قبل كل شيء في خيار بده يتاخد. يا انتو جزء من هيدي الدولة وبدكم تعيشوا بالمساواة معنا، يا اما الطرح منو تطوير للنظام. السؤال ما رح يكون اذا بدنا لا مركزية وشو نصاب جلسة رئاسة الجمهورية والى اخره. السؤال رح يكون اذا رح تبقى جمهورية حزب الله قائمة وراحل الى تقسيم البلد. لانه هيدا هو السؤال رح ينطرح. نحن نعيش هيك ما رح نقدر نعيش. نحن حابين كثير نعيش نحن وياكم ببلد متساويين بالحقوق والواجبات. انتم حزب، نحن حزب، فوت على المجلس، عندكم نواب بيشاركوا بالحياه السياسيه وكل شيء كله تمام، بس بالمساواه. ما في انتم سلاح نحن لا، ما في انتم بتقرروا نحن لا. هيدي مش ضابط. تحبوا تعيشوا بالمساواه؟ نحن هذا اللي بدنا اياه. بدوله بنطور لها نظامها، بنعمل لها لمركزيه، بنعمل لها بنظبط لها كل الدستور تبعها بشكل انه كل اللبنانيين يعيشوا مبسوطين ومرتاحين بلبنان. بس اذا هذا الشيء ما بدكم اياه، الحل منه تعديل النظام. الحل شو بدنا نعمل؟ بين جمهوريه لبنانيه يلي فيها كل اللبنانيين اللي حابين يعيشوا تحت سقف الدوله من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل المناطق، وجمهورية حزب الله. هذا هو رح يكون النقاش. رح يكون إذا في جمهوريتين بلبنان أو لا. مش رح يكون غير شيء. كيف بدنا يتعاطوا هالجمهوريتين مع بعضهم على أرض وحدة؟ هذا هو السؤال رح يطرح بعد الحرب. مش كيف بدنا والله نعمل تركيبة خنفشارية على الطريقة العراقية. أنه نشرع سلاح حزب الله بشكل أنه يصير عندنا ميليشيا فاتحة على حسابها بس مشرعة مثل الحشد الشعبي. لا، إذا حدا مفكر أنه بعد الحرب راح نقبل بأي شكل من الأشكال أنه ندفع نحن ثمن أمن إسرائيل، روحوا ادفعوها على حسابكم. يلي بده يدفع لبنان ثمن أمن إسرائيل يدفع من حسابه مش من حسابنا. يلي فكروا أنه هيدي القصة بتنتهي بأنه نعطي حزب الله الضوء الأخضر بلبنان مقابل أنه حزب الله يأمن أمن إسرائيل على حدود الجنوبية، هو مغلط كتير. لأنه نحن هون ما رح
ونحن منا لحالنا، نحن كتار، نحن منا بس مسيحيين مثل ما البعض عم بيحاول يحكي، نحن من كل الطوائف. بس لازم نشيل الخوف اللي بقلبنا، يكون عندنا جرأة نحكي اللي بدنا نحكي. هلأ الوقت أنه نحكي، وهيدي يمكن أكبر معركة عنا إياها، هي معركة داخلية بيننا وبين حالنا. كل لبناني موجود على هيدي الأرض هو يعمل معركة ذاتية ويقول إذا هلأ ما دفعت عن حقوقي، إذا هلأ ما دفعت عن حقي بتقرير مستقبل بلدي، رح أخسر بلدي. وهيدا كلام موجه لكل النواب يلي اليوم موقفهم رمادي، هيدا موجه لكل اللبنانيين يلي خايفين. بدي أقول لهم ما تخافوا، ما تخافوا، إذا تعاضدنا مع بعضنا، إذا التفينا على بعضنا، هيدي معركة ما رح يكون عنده خيار حزب الله إلا ما يخضع لشروط الدولة. بس إذا بقينا مشتتين رح تسهل عليه السيطرة على البلد وتوقيع على اتفاق من هذا النوع. في شيء بدي أكده، أنه ما حدا يفكر أنه من هلأ وبالرايح رح ننتبه أكثر على اللي عم نقوله. ما حدا يفكر أنه من هلأ وبالرايح رح نطلب باسبور الناس يلي رح يكونوا على التلفزيون معنا، ندقق بالهويات. ايه مش رح ندقق بهويات الناس يلي بيطلعوا على التلفزيون معنا. وإذا بيحبوا فينا نحن ندقق بهوية أموس. هات لنشوف شو عنده جنسية تانية أموس، ما زال ماشي تدقيق بالهوية. هات لنشوف مع مين كان بأي جيش أموس بالثلاثة وتسعين وأربعة وتسعين وخمسة وتسعين عم بيقاتل مع مين؟ كان عم بيقاتل مع جيش إسرائيل. وبالتالي بتحبوا أنه ندقق بالهويات أو بس هي علينا نحن؟ أنه إذا واحد عنده جنسيتين نطلب منه، خي بدي قاعد أتأكد إنه معك جنسية واحدة أو جنسيتين. هيدا المنطق الهروب إلى الأمام، هيدا المنطق يلي بعده لهلا عم بيكلف أصلاً غالي الفلسطينيين والفلسطينيين، إنه كل ما يكون في حدا شي محل نهرب، مسابقة رياضية نهرب، نقاش سياسي نهرب. أكيد إذا بدكم تهربوا أكيد رح ما رح ينسمع إلا وجهة نظرهم. لا، بدنا نكون موجودين على كل المنابر، وبدنا ندافع عن مصلحة لبنان قدام كل المنابر. وبدنا نقول الحقيقة لكل الناس، هيدا بلدنا وبدنا ندافع عنه، ما منهرب. احنا ما منهرب، منقول كلمة الحق تبعنا. ما بتحبوها مشكلتكم، مش عاجبكم اللي عم نقوله مشكلتكم، بس هيدي مصلحة بلدنا ورح ندافع عنها، شاء من شاء وأبى من أبى. أول ما تخلص هذه الحرب بدنا نقعد نحكي، مش رح نأجل مشاكلنا يلي وردناها نحن من أهلنا، نورطها نحن بدورنا لأولادنا تيعيشوا المأساة يلي نحن عم نعيشها. نحن على أيامنا بدنا نحلها.
ونحن بدنا نعيش ايام حلوه، مش مثل ما البعض بيقول او لك اولادنا بيعيشوا ايام احلى من نحن. نحن بدنا نعيشها، نحن بنستحق ان نعيشها. هلكنا، تعبنا، ما شفنا يومين مثل الخلق. اهلنا وجدودنا ما عاشوا يومين مثل الخلق. نحن بدنا نعيشها عايم بالمنيح او بالوحيش، بدنا نعيشها الحياه الحلوه ببلدنا، بضيانا، بقرانا، ببيوت الحجر يلي ربينا فيها وخلقنا فيها، بين اهلنا، مع اولادنا ومع اهلنا، مع كل الناس اللي بنحبهم. هون بدنا نعيش هذه الحياه الحلوه بلبنان، وبدنا اياه يكون مناره، وبدنا نستفيد من كل قوه عندنا اياها تنقوي اقتصادنا ونقوي جيشنا، ويرجع لبنان، لبنان يلي نسمع عنه ونحلم فيه يتحقق، مش يضلوا حلم. بتحبوا تعيشوا هيدا الحلم معنا؟ هيدا اللي بدنا، هيدا اللي بدنا اياه. بس نحن فيكم او بلكم رح نعيش هيدا الحلم. المعركة اللي عم نخوضها معركة وطنية بامتياز، ولنا فئوية، ولنا طائفية، ولنا مذهبية. وقت عم نحكي اليوم عم نحكي باسم جزء كتير كبير من اللبنانيين، يلي تعب، يلي قرف، ويلي ما عنده طموح بالحياة إلا ما يتحقق حلمنا بلبنان أفضل، بلبنان فيه شراكة، بلبنان سيد حر مستقل، بلبنان فيه رجال دولة عم بيقولوا ايه وعم بيقولوا لا، يرجعوا يستعيدوا حقهم بتقرير مصيرهم. مش يكون عنا دولة غائبة، لبنان بحرب، حكومة ما بتشتمل، لبنان بحرب، وزير دفاع حدا سمع فيه دخلكم؟ وزير دفاع حدا سمع شي موقف عن وزير دفاع؟ هيدا وزير دفاع باسرائيل ونسمع غيره كل نهار. نحن عنا وزير دفاع حدا فجرب فتش عليه وش عم لاقيه. خي كسروا لنا بعيننا واعملوا لكم شي اجتماع تحكوا بالوضع الامني بالجنوب. خي انتو حكومه لبنان، خي كسروا لنا عيننا، خي بس هيك شي اجتماع موسع تقول والله نحن عم نناقش تطورات العسكريه. خي ادعي لقائد الجيش، بس كسرنا بعيننا. هيدا اكبر دليل ان لبنان مخطوف، ما فيش دوله، هو اللي حاكم، وهيدي الدوله ازلام. بيطلع الرئيس ميقاتي بيحكي كلمتين مظبوطين، بعد جمعه بيحكي عكسهم. ليه؟ لانه هونيك حكي يلي بقلبه، وهونيك حكي يلي لازم مطلوب منه انه يحكيه. انه ايه هلا صار الدوله الرسميه بلبنان بدها تربط انتهاء الحرب بلبنان بانتهاء الحرب بغزه. بذكركم بشيء دقيقون هذا الكلام؟ حدودنا البحريه، هذا المجلس النيابي بيعمل قوانين تيخلق محميه بعقار، وتيعمل يظبط رواتب هيدا، وتيعدل العمر تبع المتقاعدين. اما وقت نوصل على تحديد حدود لبنان يلي هو اهم شيء مفروض يعمله مجلس النيابه، ممنوع المجلس النيابي مش بس يقرب، مش بس يصوت على ترسيم الحدود البحريه، ممنوع يناقش. وبالتالي اذا الحكومه هيك والمجلس النيابي هيك، يعني ما في دولة بلبنان. يعني انتو خاطفين البلد، وانتو عم تمنعوا الشعب اللبناني بأن يقرر مستقبله ومصيره. إذا الحرب قائمة وانتو غايبين، يعني انتو ملازمين قرار لبنان لحزب الله. لا، نحن بدنا بلد، بدنا
دولة، بدنا رئيس جمهورية هو يفاوض، بدنا رئيس جمهورية يبرم عواصم العالم كله كرمال تدافع عن مصلحة لبنان، عن حدود لبنان، عن أمن لبنان، ومواجهة أي عدو أو أي انتهاك لسيادتنا أو أي هجوم على أرضنا. كلنا سوا شركاء بالدفاع عن بلدنا، كلنا كلنا شركاء تحت سقف الدولة والجيش. الجيش السويسري هو جيش دفاعي لأنه هو دولة حيادية، وبالتالي جيشها معمول بشكل أنه بس معمول للدفاع. كل الشعب السويسري عامل خدمة العلم، كله مدرب ومجهز للعسكر، كله معه سلاح كرمال تقوم مقاومة شعبية، ونحن بلبنان بحاجة لهذا الشيء، ولكن كله تحت سقف الدولة، تحت سقف الجيش وقيادة الجيش السويسري. نحن هذا بدنا اياه. مين قال انه بدنا نتخلى عن كل السلاح الموجود عند حزب الله؟ بدنا اياه بس بالجيش. الخبرات العسكرية مين قال ما بدنا اياها؟ بدنا اياها بس تحت امرة الجيش. بدنا نقوي بلدنا، نقوي شعبنا. ومين قال انه في ناس بحق لها تدافع وناس لا؟ كلنا بدنا ندافع. هيدي موجودة بس بنظام اهل الذمة، انه في مجموعه معينه هي بس بحق لها تحمل السلاح وتشارك بالحروب، والبقيه بس بياكلوا بيشربوا بيناموا وما بعرف شو وبيدفع. فنحن عمليا هيدا هو عم ندفع الجزيه تبعنا، وبنفس الوقت ممنوع علينا نشارك بشيء ولا بالقرار ولا بالحرب. لا، البعض شايف المواجهة صعبة وبيخاف. نحن بدنا نقول لهم بالختام انه نحن هون، ما تخافوا ما تخافوا، خلي صوتكم عالي، عبروا عن رأيكم، ان كانوا نواب او ان كانوا مواطنين او ان كانوا احزاب، ما تخافوا، قولوا الحقيقة. نحن بوز المدفع ما عندنا مشكلة، كاسحة ألغام ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، نحن هيك ربينا، هيك تعودنا، ما بنعرف نكون غير هيك أصلا. كلمة الحق رح نضلنا نقولها، دفاع عن بلدنا رح نضلنا عم نقوم فيها، ما حدا رح يخوفنا، ما رح نتراجع، ما تخافوا. ويلي ساكت ليش ساكت؟ من شو خيفان؟ من شو؟ بلدنا هيدا، أرضنا، شعبنا، حريتنا، كرامتنا، من شو خيفانين؟ ما تخافوا، قولوا الحقيقة. ولأصدقائنا حلفائنا بالمعارضة، اليوم نحن بأمس الحاجة إلى التوحيد، توحيد الجهود، إنشاء هذه الجبهة العريضة لنقدر نوقف ونصمد ونربح ونستعيد بلدنا. نداء للجميع، ما تخافوا هلا الوقت، ما تخافوا هلا الوقت. بالنهاية بالنهاية قضيتنا هي لبنان أولا، قضيتنا هي لبنان أولا، لبنان أولاً، لبنان أولاً، لبنان أولاً.